مشاهدين اهلا ومرحبا بكم، حلقه جديده من حلقات برنامجكم خاص جدا. الحقيقه فكرنا وقلنا نتكلم في ايه، لقينا ان احنا بالامس القريب كان هناك خطاب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد العمال. عيد العمال ان شاء الله هو طبعا 1 مايو من كل سنه ان شاء الله، بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. نشوف فاصل اعلاني ونرجع مع حضراتكم ونبدا نتكلم عن عيد العمال، ثم نرحب بضيوفنا النهارده في خاص جدا. لما بنتكلم عن عيد العمال وبنقول ان يوم العمال العالمي او عيد العمال، بنجد ان هو عيد الشغل، هو احتفال سنوي بيقام في دول عديده احتفاء بالعمال، ويوم عطله رسمي في العديد من الدول. وفقا للتقاليد بيتم الاحتفال من قبل معظم الامريكيين كرمز لبدايه فصل الصيف لهذا العيد، وهو بيبقى عموما بيبقى عطله غالبا للمسيرات والاحتفالات والمظاهرات والخطب والمظاهرات السياسيه اللي هي أكثر خضوعا للقيود عن الاحتفالات بالأول من مايو كعيد للعمال في معظم البلدان. لما نتكلم عن يوم 1 مايو هنلاقي أنه هو بيشير للعديد من الاحتفالات العمالية المختلفة التي أدت إلى الأول من مايو كذكرى لإحياء النضال من أجل 8 ساعات في اليوم. وفي هذا الصدد بيسمى الأول من مايو بالعطلة الدولية لعيد العمال أو عيد العمال. بدأت فكرة عيد العمال الحقيقة في أستراليا عام 1856 مع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم. تم اختيار الأول من أيار مايو ليصبح ذكرى الاحتفال بحلول الدولية الثانية للأشخاص المشتركين في قضية هاي ماركت. واسمحوا لنا، هو ده مش موضوعنا النهاردة، لكن احنا النهاردة بنتكلم نقول إن عيد العمال هو عيد للاحتفاء بالإنجازات السياسية والاقتصادية في كافة بلدان العالم. طبعا يعني يمكن لما بنتكلم عن مصر تحديدا بنلاقي انه اصبح 1 مايو ده اجازه رسميه احتفالا بعيد العمال، وده على فكره في كل بلدان العالم بياخدوا اجازه. وبنلاقي انه قامت حضاره وادي النيل على تقديس العمل وتكريم العمال. احنا النهارده في برنامجنا خاص جدا لتدعيم قيمه العمل، وايضا ان احنا نعلي من قيمه العمل، فاحنا بنحتفل بعيد العمال. وهنشوف فاصل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته بالأمس القريب عن عيد العمال، ثم نرحب بضيوفنا معنا في الاستوديو. الراجل بتاع المشروع لوحده، كلنا مع بعض. أنا الشغل بياخد وقت طويل جدا، لكن أرجع تاني للعمالة. ابتدت تتقال لي إن العمالة مش متوفرة. العمالة المصرية مش متوفرة؟ طيب مشروعات البنية الأساسية ابتدت تتقال لي ان انا ما عنديش عماله وبنفكر، نفكر ايه؟ هو احنا هنجيب عماله من الخارج ولا ايه؟ امال احنا بنجري ليه؟ امال احنا بنعمل قناه السويس ليه؟ امال احنا بنتكلم على شارع التفريع ليه؟ امال احنا بنتكلم على البنيه الاساسيه ليه؟ امال احنا بنتكلم عن الطاقه ليه؟ احنا مع شركه واحده، مع شركه واحده، مع دوله واحده، بنعمل قد الطاقه اللي اتعمل، نص الطاقه اللي اتعملت في مصر في السنين اللي فاتت كلها، شركة واحدة. بنرجع للاستوديو معانا ومعكم اليوم ضيوفنا الاعزاء سياده السفير دكتور محمد الحسيني رئيس اللجنه الاقتصاديه بالامم المتحده، وايضا معنا المهندس عبد الرحيم المرسي نائب رئيس شعبه التوظيف بالغرفه التجاريه. اهلا بحضراتكم معانا النهارده ومنورينا. ويعني بدايه الحقيقه احنا يعني تعبنا قوي بعد ثورة يناير وبعد ثورة 30 يونيو، بنقول العمل يا جماعة العمل، وبنعلي من قيمة العمل وإرساء وتدعيم للقيم الهامة في حياة الإنسان إن هو يعمل. فلو هنبدأ بحضرتك المهندس عبد الرحيم المرسي نائب رئيس شعبة التوظيف بالغرفة التجارية، نقول يعني احنا دلوقتي اين هي العماله اللي كان سياده الرئيس حتى بيتكلم عنها؟ ما هي يعني توجهاتها؟ لماذا الناس عازفه عن العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه خالص يعني عايز اتكلم فيها
مرارا وتكرارا اتكلمت في الموضوع ان احنا عندنا مشكله هتواجهنا. عندنا عماله كتير جدا. أيوة. يعني بتهيألي اقوى دوله في المنطقه عندها عماله. للاسف الشديد احنا ما عندناش عماله مدربه جاهزه للمطلوب في سوق العمل. للمطلوب للمشاريع الوطنيه. يعني تدريب كوادر توافق احتياجات سوق العمل. احتياجات سوق العمل. حتى للاسف الشديد ان انا اتكلمت قريب في الموضوع ده برضو. ان التدريب حاليا بيتم بالخطا، بيتم تدريب في غير المطلوب. يمكن ناقشنا الكلام ده كتير وتناقشنا فيه كتير ووضحناه اكتر من مره، لكن هنوضح تاني. يعني للاسف الشديد مفيش كوادر جاهزه. انا يعني جاي لي طلب على عماله من بره، عماله ايه؟ مدرسين. لكن مدرسين انترناشونال للاسف مش محصل دولي. 30 او 35% من الطلبيه اللي جايه لي من بره. وهكذا مهندسين كتير يعني مطلوبين، مساحين، فئات كتير جدا من العمل. مثلا تخيلي مثلا حضرتك، انا عندي طلب كبير جدا على المهني، على الحرفيين اللي هم بيقوموا بقياده المعدات بتاع السفلتة بتاع الطرق. يعني ما بحصلش يعني يعني نسبه تنفع من المطلوب يعني. كتير جدا للاسف ان التدريب حاليا اللي بيتم واللي يجب يعني يجب الجهات الرسميه تربط معانا في هذا الامر مع الغرفه التجاريه، مع شعبه التوظيف بالذات في الغرفه التجاريه، نظرا لانها هي تعلم تماما احتياجات سوق العمل. الرئيس في مشاريع شرم الشيخ اتكلم وقصر العمل في مصر في المشاريع على العماله المصريه. ايوه، تاخد بال حضرتك. طيب الشركات اللي جايه دي شركات محترفه منظمه، عندها الوقت الدقيقه لها لابد انتاج. ان يكون هناك كوادر مدربه. فلازم يكون في اصطف مجهز جاهز للعمل في هذه الشركات. هيكون نواه لتدريب غيره فيما بعد. وانه يدوب في الشركات دي وياخد على السيستم والنظام اللي هي شغاله بيه. هتفرق كتير جدا ان احنا يكون عندنا كوادر من هذا القبيل. يجب فورا نتحرك وبقوة في تدريب الشباب على المطلوب في سوق العمل وليس تنمية مهارات الشباب. ياري. طيب أرجع لسيادة السفير الدكتور محمد الحسيني رئيس اللجنة الاقتصادية بالأمم المتحدة، وأقول لحضرتك يعني حتى ننهض باقتصادنا المصري ليواكب الاقتصاد العالمي، ما هي الشروط الواجب توفرها في الاقتصاد المصري وماذا ينقص الاقتصاد المصري؟ أول شيء طبعا نبارك لعمال مصر على عيد العمال ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يوفقكم في اللي جاي. النقطة الثانية أن لا نستطيع ولا تستطيع دولة في العالم أن تنهض بهمة رجل واحد. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو طبعا والمهندس إبراهيم محلب بيؤدوا أداء يفوق المتوقع منهم، ولكن إلى هذه اللحظة هم يؤدوا أداء فردي أو شخصي. لما حياتك تتكلمي ان ازاي مصر بقوتها تتواجد وتنافس الاسواق العالميه الدولي. هاخد من كلام المهندس عبد الرحيم ان هو قال لك ان العماله غير مدربه. العماله في مصر تبعد تمام البعد عن العماله خارج مصر. احنا هنا العماله في مصر ما تعرفش يعني ايه اليه التعامل مع صاحب العمل، ما تعرفش يعني ايه احترام مبادئ العمل، ما تعرفش ما هي اللوائح والقوانين، ما تعرفش يعني ايه قانون العمل مثلا نهائيا. ما فيش عامل في مصر او موظف، انا بتكلم على العماله ده مان باور يعني. العماله بصفه عامه في مصر انا لما اجي اقيمها، لما اقارن العماله في مصر مع العماله العربيه يعني العماله السوريه العماله الاردنيه، لا في ثقافه. لما تتعاملي معاهم على الفكر المحدود تلاقي ان هم بياخدوا الجايد لاين وبيمشوا عليه. اسمح لي انا فضلي. معايا تليفون استاذ محمود من العماله. يعني اهلا بحضرتك. الو الو استاذ محمود معانا؟ التليفون جاهز يا هشام؟ طيب نكمل سياده السفير. وبناء عليه تعاملي حضرتك مع اي جنسيه غير الجنسيه المصريه هتلاقي ان انت كصاحبه عمل، خلينا بعيد عن الدوله، دوله المؤسسات هي دوله توازن المؤسسات وسرياليه المؤسسات الحكوميه. ايوه. الدوله الراسماليه هي الدوله التي تقوم على الاقتصاد الحر او المفتوح. لو انت عايزه النهارده، لان انت مش اقتصاد اشتراكي خلاص، زمان جمال عبد الناصر انتهى، وحتى لو في بيننا تحالفات وبين اي دوله عظمى زي روسيا أو أي اتحاد من الاتحادات، لا تستطيع مصر أنها تبقى اشتراكية، بل مصر المفروض
تسمو الى الرأسمالية. عشان اسمو الرأسمالية يبقى لازم المستثمر اللي هو صاحب العمل لما يتعامل مع العمالة، العمالة اللي موجودة لازم تبقى فاهمة من هو صاحب العمل، ما هو العمل، what is the projects، المشاريع مثلا، الجايد لاين بتاعهم ايه، الجوب ديسكريبشن اللي هو اليات عمله، انا راجل سكرتير يبقى بادي ايه مهام وصف العمل نفسه. لما تجيبي الشخصيه المصريه يعني المنصف ابراهيم اتكلم بحماس لكن الواقع بيقول عكس كده خالص. ان اللجنه الاقتصاديه لما تقيم وضع مصر، انا بوجه الرساله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوله لازم تستعين بناس من بره مصر بخبرات، لا تستطيع وهتبقى في كارثه على خلفيه المؤتمر اللي احنا كنا متواجدين فيه ونبشره، هتبقى في كارثه ان المستثمرين اللي جايين رؤوس الاموال اللي جايه انا ما عنديش الكوادر المصريه اللي تقدر تشيل. عندي المان باور. طب ايه ما يمنع من تدريب هذه الكوادر المصريه، وايه الوقت اللي هي تحتاج التدريب فيه؟ يعني احنا لو في النظام البيروقراطي المتواجد في جمهوريه مصر العربيه لم ينفك. يعني ايه؟ الرئيس ينادي دائما هو رئيس مجلس الوزراء باللامركزية وينادي بحاجات كتير جدا. كل الامور دي ما زالت موجوده. النهارده حياتك لما تيجي تتكلمي مين اللي هيدرب العماله، سوري ما فيش حد يدرب عماله مصريه عشان تبقى بروفيشنال. انا دايما اقول للشباب عندي التيم ورك بتاعي اقول له if you are not a professional try to act like one، يعني لو انت مش محترف حاول تمثل الاحتراف لغايه لما تبقى محترف، بس عشان انا محترف وانا صاحب العمل اللي عملت خارج مصر فبنقل هذه الخبرات، لان انا مع كامل احترامي لكل المستثمرين واصحاب العمل انا لا اعترف بالخبره المحليه بل اعترف بالخبره الدوليه، لان دي خبره توارث ثقافات مختلفة من كافة بلدان العالم. ولما حياتك تيجي تتكلمي النهاردة على الفكر الخليجي غير الأوروبي غير الأمريكي غير الأسترالي غير البرازيلي، دي أفكار لما تتعاملي مع المستثمرين ويبقى بينك وبينهم motivation points، إن في تحفيز إن أنت إزاي بتطوري أدائك والكواليتي بتاعك عشان توصلي إن أنت تنافسي في الأسواق العالمية، مستحيل مستحيل الفكر المصري بتاع اليومين دول إن هو يوصل، مع إن الشباب المصريين من أقوى شباب العالم في المعرفة من أذكى وأمهر شباب العالم كحرفيين أو كموظفين، لكن يفتقروا لأربع حاجات. الحاجة الأولى يفتقروا للتخطيط للمستقبل. عمرك ما تلاقي شاب في مصر عنده حاجة اسمها بلان إن هو خطة يعني تمورو. لا لا لا، هو عايش النهاردة عشان يتجوز ويجيب الأولاد ويبقى حياته كلها على قد إن هو خلاص رسالته إن هو يبقى أب. ده الفكر، وليس الفكر ان يبقى بيزنس مان او يبقى مانجر او يبقى سوبرفايزر او ان هو يخترع شيء، الكلام ده مش موجود. يبقى الفكر والتخطيط مش موجود. رقم اتنين الثقافة. مصر تغيم عليها غيمة السواد من الجهل. يعني انت لما حياتك تشوف الناس تلاقي الجهل هو اللي ماسكهم، الثقافة انتهت. فثقافة التعامل مش عايزين ندي الصورة القاتمة قوي دكتور هي محمد. مش القاتمة، لا لا لا، انا بوضح ثقافة الجهل، انا بوضح الصورة وهدي الحل. يعني بوضح صورة، يعني النسبة المئوية للمثقفين في مصر هي 18.7% من اصل 65.3% سنة 74. انا ما بقولش الا الحاجات الفعلية، لان ده 74 احنا سنة 1900. انت تخيلي لما تيجي تقلبي الادوار بره مصر في الستيتس او في يوروب كانت 74 كانت الثقافة عندهم بيستوردوها من مصر. النهاردة انت بتستوردي من العالم كله حاجات غريبة. ثقافة التعامل في قطاع الأعمال والعامل المصري غير متواجدة. يبقى احنا دورنا ايه؟ المنظمات الدولية، منظمات المجتمع المدني ملهاش دور، الحكومة ملهاش دور، الأحزاب اللي موجودة ملهاش دور. لكن اللي أنا بدأت أشوف ليهم دور إن الشركات اللي جات من بره مصر بدأت تعمل training sessions، وانا عملت سيرفي وجبت بعض الشركات اللي جايه من امريكا وجاي بقوا موجودين فين في السمارت فيليج في النايل تاورز. احنا بندعي الشركات دي لمؤتمر كبير، مش شركات التوظيف لا، لان شركات التوظيف محتاجين احلال وتقييم ونعرفهم يعني ايه ريكروتمنت. لكن لما سعادتك تيجي النهارده تتكلمي على الشركات اللي بتدي التريننج بيريود لاي موظف عشان تنميه مهاراته. طب احنا معانا، اسمح لي بدون مقاطعه كلامك، استاذ مجدي المتحدث الاعلامي باسم اتحاد عمال مصر. الو استاذ مجدي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وانتم طيبين بالنسبه عيد العمال. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيبه ومصر كلها طيبه.
السلام. اتمنى ان حضرتك تكون سامع الحوار اللي موجود معانا في الاستوديو النهارده من السفير الدكتور محمد الحسيني رئيس اللجنه الاقتصاديه بالامم المتحده، وايضا المهندس عبد الرحيم المرسي طبعا نائب رئيس شعبه التوظيف بالغرفه التجاريه. وهناك حديث عن العماله المصريه الغير مدربه وما ينقصها من تدريب وتاهيل، راي حضرتك ايه؟ والله احنا من سنين طويله واحنا بنصرخ وبنقول مخرجات التعليم لازم يحصل فيها تعديل. لابد ان احنا مخرجات التعليم تتواكب مع سوق العمل المصري. الكلام ده احنا بنتكلم فيه من سنوات طويله. الحاجه الثانيه ان احنا لازم الدوله تعيد الاحترام والهيبه للبدله الزرقاء. خليكي ملاحظه حضرتك، انت ملاحظه في الفتره اللي فاتت مات عندنا كلمه الصنايعي وما كلمه لسطه. زمان كان المواطن المصري يفتخر ان هو اسطى وصنايعي، كلام سليم. دلوقتي ما بقتش موجوده دي. ليه؟ لان الدوله لم تعد تحترم هذه التخصصات. يعني احنا حضرتك بتقول الدوله لم تعد تحترم هذه التخصصات، واحنا الحقيقه هناك يمكن يعني توجه من طبعا وزير التعليم العالي انه يبقى في اعداد مع عمداء كليات التعليم الصناعي لتطوير الكليات وتدريب العماله عن طريق الدورات التدريبيه. يعني ازاي احنا مش ده كله بقاله كل ده بقاله اسابيع. لكن فيما قبل كانت الصوره مختلفه اكيد. لا، وبعدين المساله برضه محتاجه النهارده لما تبقى في مدارس معموله، الحكومه عامله مدارس تقبل اولاد اللي حاصلين على مؤهلات عليا وترفض انها تقبل اولاد اللي حاصلين على مؤهلات متوسطه. هل ده تشجيع لان احنا نخرج اولادنا نخليهم حاصلين على مؤهلات متوسطه ويبقوا صناعيه وهم اللي خلال الفتره الجايه؟ بالتاكيد لا. النهارده يجب علينا كلنا ان احنا يبقى عندنا قناعه كمجتمع ان اللي هيبني مصر خلال الفتره اللي جايه هم الولاد الشباب اللي حاصلين على مؤهلات متوسطه، واللي هم هيتخرجوا واللي هيتعدل مناهجهم خلال الفتره الجايه. طيب. لازم ندي العيال دي دفعه. كان زمان في اغاني بتتعمل للعمال والبدله الزرقاء والانتاج والبتاع. احنا عايزين ده دلوقتي، احنا عايزين ده يرجع تاني. يعني انا بس عايزه اتوقف مع حضرتك، وهناك حديث يعني وحوار يعني طويل بيني وبين الاساتذه الضيوف انه العماله الموجوده غير مدربه بالشكل الكافي وتحتاج الى تدريب يعني كبير وجهد كبير حتى ترتقي ان تكون مثل العماله الخارجيه. نعم. احنا شايفين ده فعلا، ان لابد. احنا طبعا خلال الفتره اللي فاتت كانت مراكز التدريب اللي موجوده في مصر كل وزاره عندها مركز تدريب وكل واحد شغال في سكه محدده. اعتقد دلوقتي لما يبقى في اب شرعي للتدريب في مصر اعتقد هنبقى ماشيين طبقا للخطه والامور اكيد هتبقى افضل خلال الفتره اللي جايه في مسألة تدريب العمال. انا بشكر حضرتك استاذ مجدي المتحدث الرسمي باسم اتحاد عمال مصر، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، كل سنه وكل عمال مصر بخير وطيبين ان شاء الله. يعني ما ينقصنا حتى نرتقي بالعماله المصريه؟ يعني مراكز التدريب دي كان في يمكن حوار من اسبوعين تقريبا، وكان في كلام عن انه مراكز التدريب مش موجوده. طب لماذا لا تتم وجود مراكز تدريب تبقى موجوده وتدرب العاملين او العمال على يعني انهم يبقوا كوادر مدربه جاهزه للعمل في اي مكان؟ هو يعني احنا بدانا نتكلم بقوه في الفتره الاخيره في هذا الامر. تاخد بال حضرتك، بدأنا نشوف مؤتمرات على الأقل خالص، بدأنا نشوف حد بيتكلم في القصة. الأول كان فيه شبه موت، يعني غير موجود على الإطلاق. أنا مثلا أول ما جيت من بره، أنا اشتغلت بره فترة طويلة جدا. أول ما جيت من بره وجيت أتكلم على أنا عندي شركة توظيف، بناقش الأولاد اللي عايزة تسافر، يعني ألاقي حاجات يعني زي ما الدكتور محمد بيتكلم بعيدة عن الواقع خالص، يعني حاجة تجيب اكتئاب. يعني لما أجي أكلم واحد مثلا يقول لي انا عايز اسافر، انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه وعايز تشتغل ايه؟ انت ايه شغلك؟ انت مدرب جاهز للعمل؟ يقول لي طب حضرتك عندك ايه؟ يعني شوف رد السؤال، يعني حاجه من اللي هي بعيده خالص عن الواقع وعن الفكر. اقول له انت هتسالني، انا اللي بسالك، انت انا عندي وظايف، لكن انت لازم تقول لي انت بتشتغل ايه عشان اقدر انني انت حابب ايه؟ احدد لي مهنه معينه اقدر اوظفك فيها. طيب واللي عنده المهنه زي ما الدكتور محمد من شويه قال،
ألاقيه بعيد عن الواقع. يعني فكره بعيد خالص. طب شركات إزاي يلتزم؟ شركات التنمية ودورها في وضع خطة طموحة للتدريب، يعني أين شركات التنمية دكتور محمد؟ ما فيش شركات تنمية، ما فيش معاهد تدريب. أنت السيد المتحدث الرسمي باسم اتحاد عمال مصر، وأي متحدث باسم أي وزارة هتكلميه هيقول لك إحنا عندنا مراكز تدريب وعندنا وعندنا وعندنا. جميل. كل مراكز تدريب دي فاشلة. ليه؟ لأن أنتوا عشان تدربوا الناس هاتوا، ممكن تكون موجودة بس مش غير مفعلة، فاشلة. حتى لو موجودة هي فاشلة. بلاش التعبيرات القاسية دي يا دكتور محمد، احنا عايزين نقول ان هناك امل. انت محسسني ان مفيش امل خالص. لا انا بديلك المشكلة وبديك السوليوشن بتاعها. لما اقول لحضرتك النهاردة ان المركز ده فاشل، فاشل ليه؟ لان ادارته ماشية بنفس ادارة النظام الحكومي. طب انت النهاردة لما تيجي تديري مركز او تريننج سنتر، ان انت تجيبي الخبراء بتوع بره. ادفع، هندفع شوية مش مشكلة. مش انا اللي هدفع، انا هخلي الطلبة هي اللي هتدفع مثلا، او هخلي الشركة اللي هتدرب بالعمالة بتاعتها. لان انا لما بستثمر في شركة من شركاتي فما بستثمرش في الحديد او في غيره، انا بستثمر في المان باور. لما حياتك النهاردة تجيبي مركز تدريب وتجيبي دكتور او تجيبي رجل اعمال في الستيتس او في يوروب او في شرق اسيا او في الخليج، لو سمحت تعالى احنا عايزينك تدرب العمال أي. في التكنيكال اللي هي الحاجات الفنية الخاصة بالتعدين. احنا عايزين ندرب المزارعين عن الاساليب الحديثه ونوجدها لهم في السوق. عايز ادرب الماركتيرز او الناس اللي في التسويق او في السيلز، ايه هي اليه التعامل، الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن ده علم اسمه الكوميونيتي مع الكونكشن، وسائل الاتصال مع المجتمع. هاتي لي مركز تدريب في مصر بينافس كده. لكن دلوقتي بقى في شركات اتش ار وشركات بتدي تريننج كورسز. تعالي النهارده خدي. وكان في، انا عندي شباب كانوا جولي المكتب من حوالي بالظبط اسبوع. شركة قوية جدا، انا اعرف مالكها في امريكا. ليهم برانش هنا. طب هو جه ليه؟ لو معلش، لو مصر مش مستهدفة استثماريا، لان عارف ان في 160 مليون مليار موجودين في مشاريع لمدة 20 سنة في مصر. فقال لك الناس دي ما عندهمش تريننجز، ما عندهمش كورسز ان يعملوا ديفلوبمنت، ما عندهمش المينتاليتي. احنا المصريين الاذكياء ما اصبحتش عندنا المينتاليتي، بقت المينتاليتي ان اي حد بيروح شغله ما بيتبعوش اللي قاله احد العلماء الكبار والمؤرخين: حب ما تعمل على ان تعمل ما تحب. لا، عشان احب ما اعمل لازم اؤدي عملي على اكمل وجه باخلاص باخلاص وبضمير ونثقف نفسي وان ابحث في الانترنت وان ايديوكيت ماي سيلف. لما اجي النهارده اخد الليفل الثاني ان هعمل ما احب، فانا هبقى حاجه ثانيه كارير وايز. مهندس ابراهيم بيقول لك ان هي شركه توظيف بيجي له الشاب بيقول له انا عايز اسافر بره، انت عندك ايه؟ كما لو كانت شركة التوظيف في مصر سوبر ماركت، هو داخل ياخد يا إما جبنة يا إما مش عارف سلامي وريفر. لما تيجي تشوف النهاردة برة الريكروتمنت ايجنسي عشان حضرتك تعملي أبلاي أز ريبورتر في التي في، لازم الإكسبرينس بتاعك كام سنة، إيه الكورسز اللي حضرتك أخدتيها، الإديوكيشن ليفل، يعني المعايير دي مش موجودة في الحكومة المصرية. لما تيجي النهاردة تكلميني إن شركة زي سيمنز أو غيرها هتيجي تستثمر النهاردة بمليارات الدولارات، مين اللي هيمشي الشركة دي؟ هيمشي يعني الشركة. لو كلمنا مثلا، خرجنا من المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ بقانون الاستثمار الجديد، هل ده ما دللش بعض العقبات والمصاعب؟ بالعكس. انت، ما انا بقول لحضرتك ايه، الدوله تعمل بفكر الرجل الواحد ومساعده، وهو السيد الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء. هؤلاء لا ينامون، والباقي كله بيمشوا از جايد لاين فولورز. لو انت النهارده انت المفروض تو كرييت ده. هو النهارده قال لك، يعني انا في حد في الحكومه عجبني جدا، وانا مش اي حد بيستوقفني في الحكومات المصريه بالذات، كان في محافظ الاسكندريه الدكتور هاني المسيري. انت عارفه يعني ايه ان تجيبي حد هي از امريكان ايجيبشن وعاش طول حياته في امريكا وبدا فروم سكراتش فروم زيرو وبقى يعني كونسلتنت كبير جدا هناك في شركه من الشركات اللي انا اعرفها. لما جه مصر بقى الفكر الرئيس الوزراء انه حطه محافظ الاسكندريه، لان اسكندريه دي عروس البحر. طبعا عروس البحر المتوسط. شوفي النهارده هو بيشتغل. بداوا يهاجموه ليه؟ عشان جاي بفكر مختلف. يعني عشان جايب حاجه ثانيه. لا يعني انا عايز اوصل لحضرتك ايه، ان هو عايز يطبق اللي شافه مثلا في امريكا كفكر جوفرنرز او حاكم. النهارده بدا يدي للمجالس المحليه، رئيس المجلس المحلي الضبطيه قضائيا، يعني لو شفت مخالفه انت على طول اضبط. ايوه، هي دي يعني لما مركزية في الأدلية. أنا مش كل حاجة هرجع على المحافظ، ما هو فيه أنا فتحت مني ناس مفروض أن نتكلم على المحافظ بقى بدلها صلاحيات عمل. تعالي بقى في الدولة بتاعتك دي كلها هتلاقي أن كل الناس
عندهم اللي هي الايادي المرتاحه، عشان هو خايف يدي قرار. يا سيدي انت عندك الصلاحيات، خد قرار، درب العماله دي، لان العماله دي هتوقع البلد دي لو انت ما دربتهاش، مع ان عندهم اكبر تربه خصبه اللي هي العقليه المصريه ان انت تو اديوكيت ذم. النهارده لما بجيب انا بقى، طب هل المشكله كلها بتكمن مهندس عبد الرحيم في ان انت هاو تو اديوكيت ذم، يعني انك انت تعلمهم، انك تدربهم، هي المشكله القائمه، هي انعدام التدريب او انه التدريب غير مواكب لانه يبقى عماله مدربه او كوادر مدربه تنافس الكوادر المدربه في الخارج؟ استاذه سوزان، يعني فيها اكتر من حاجه بسيطه قوي بتمنع هذا الامر انه يتم في الفتره اللي احنا فيها دي. ولابد يكون في تكاتف من كل اجهزه الدوله. وانا شخصيا بناشر السيد الرئيس تبني هذا الامر بقوه، واتكلم في الموضوع في عيد العمال على فكره، عشان يعني حط ايده على القصه نفسها لما اتكلم وقال النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي احنا يمكن بنتناقش فيها. احنا عندنا اشكال ازاي تجمع الشباب دي وتجيب الناس اللي عايزه تتدرب، دي نمره واحد. نمره اتنين، ازاي تجهز مراكز تدريب فعلا زي ما الدكتور محمد قال جاهزه. انا بس يعني عايز اضيف حاجه بسيطه قوي على الدكتور محمد قاله، احنا عندنا، انا مش عايز كوادر امريكيه، مش عايز كوادر اوروبيه، مش عايز كوادر، احنا عندنا كوادر مصريه بتشتغل امثال محمد الحسيني، واخد بالك، بره وعلى كفاءه عاليه جدا. انا كنت بره. ايوه انا كنت بره. معلش، احنا معانا تليفون دكتور اسلام فضل. حمزه، مستشار الجوده العالميه بالامم المتحده. اهلا بحضرتك يا دكتور. الو الو، اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور اسلام منورنا عبر الهاتف، واحنا النهارده بنتكلم عن يعني الكوادر المدربه وعدم او افتقادنا لوجود مراكز تدريب تدرب العماله حتى تكون ماهره وتواكب سوق العمل واحتياجات سوق العمل. راي حضرتك ايه؟ والله طب خلينا ناخد الموضوع من دايره اكبر شويه. أيوة. يعني احنا مش عايزين نخش في موضوع ان المشكله دايما في الافراد. انا رايي ان في الموضوع المشكله دايما في المؤسسات، في اداره المؤسسات عموما، سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص. السيستم العام للشركه او الاداري، في طبعا احنا عارفين دلوقتي كل شركات المالتي ناشونال بتتجه ان عندها الاتش ار، اللي هو عندنا في الحكومه اسمه شؤون عاملين. طبعا الجهاز الحكومي ده في الموضوع شؤون العاملين ده يعني متراحل جدا، كله اللي بيجي له قرارات تعيين يبقى عنده اجبار اللي هو يعين شخص معين. لكن في القطاع الخاص دور الاتش ار اللي هو ينتقي الافراد والكوادر المدربه بالظبط، بالاضافه ان هو بعد ما بيبقى ريجولر في المؤسسه بيوصلوا البرامج التدريبيه لرفع الاداء بتاعه اللي هينعكس في الاخر على اداء المؤسسه. مشكلتنا في القطاع الحكومي عموما او في الشركات اللي هي احنا بسميها اللي هي الناشونال، اللي هي مش مالتي ناشونال، بيستقطب العامل وما بيوفرلوش بعد كده البرامج التدريبيه اللي هو يخليه يحافظ على الاداء ويرتفع من الاداء بتاعه. فانا شايف حل الموضوع هيبتدي من داخل المؤسسات. ايوه، قبل ما نبص خارج المؤسسات. يعني انا النهارده ما انا ممكن اجيب لك عامل مدرب وكويس وكل حاجه، ويجي في مؤسسه فاشله هيفشل اكيد طبعا. يعني التفاحه الفاسده وسط زي ما حضرتك فاهمه وسط الباكج السليم هيفسد الكلام ده. فانا دلوقتي انا شايف ان رايي في الموضوع ان لازم الاول نبتدي من داخل المؤسسات، نبتدي على الاقل مثلا من المؤسسات الحكوميه يبدا تدريب الكوادر اللي هي الاداريه اللي هي ماسكه اللي هم بيسموهم شؤون العاملين دول، ان احنا يتحولوا يبقوا يقوموا بدورهم زي القطاع الخاص بالظبط. لازم يوفروا البرامج التدريبيه، لازم يبقى فيها اسسمنت للموظفين، لازم الحاجات دي كلها تتعمل. بعد كده انا لما هقدر اظبط المناخ الداخلي داخل المؤسسات دي، هقدر بعد كده هنشر ثقافه عامه في المجتمع، هنعكس بعد كده مراكز التدريب وكل الكلام الحلو اللي بيتقال ده، يقدر يخش جوه المؤسسه ويخش في السايكل ويؤدي دوره وينجح، وبالتالي هينعكس على نجاح المؤسسه او نجاح الشركه. فانا رايي في الموضوع زي ما بقول لحضرتك، لازم الكوادر اللي هي في شؤون العاملين دي تدرب الاول. انا النهارده بيجي لي ساعات مساعدات خارجيه ومش عارف ايه بتتصرف في اماكن مالهاش اي لازمه. حاولتوا توصلوا يعني حاولتوا توصلوا صوتكم الاساتذه الضيوف اللي معايا في الاستوديو وحضرتك، يعني انه يبقى فيه فعلا تغيير في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في عمل هذه المؤسسات، في تدريبها، في الكوادر اللي المفروض انها بتحصل على اعلى درجات التدريب والكفاءه. ده هيبتدي من قسم الاتش ار اللي هو بيسموه في الحكومه شؤون العاملين. ايوه، قسم الاتش ار ده يقوم فعلا بدور الاتش ار، يبقى عنده معايير للاختيار. بعد ما يختار الشخص كمان يبقى فيه البروفيشن بيريد الشهرين اللي هو بيحدد ان الشخص ده هيبقى منتظم، يبقى ريجولر معاه ولا لا،
حتى هو بعد ما يبقى ريجولر لازم يوصله برنامج تدريبي، لازم الشخص يخش يلاقي المؤسسه عندها ثقافه العمل، ما يخشش ان هو يعني عنده تايم مانجمنت، مش بيخش المفروض يشتغل 8 ساعات بيصفوا على ساعه. المفاهيم دي انا ممكن اجيب عامل مدرب وعنده كفاءه طبيب شاطر بس يخش داخل مؤسسه هيفشل. ليه؟ لان هو ما فيش سيستم صح يتحط فيه. ايوه أنا طبعاً بشكر حضرتك دكتور إسلام حمزة مستشار الجودة العالمية بالأمم المتحدة، بشكر حضرتك شكراً جزيلاً. في تعقيد ومعنا تليفون آخر أستاذ، معنا مين؟ ألو؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام، أهلاً وسهلاً بحضرتك، أهلاً بيك، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل معنا، تفضل. لو سمحت ممكن أعمل مداخلة؟ آه تفضل، أهلاً بيك، أنت على الهوا، تفضل. يا فندم بحب طبعا ارحب بالضيوف اللي مع حضرتك. شكرا. بحب ارحب بالضيوف اللي مع حضرتك المهندس عبد الرحيم. ايوه الدكتور محمد. ايوه بس انا بس في تعليق صغير مع الدكتور محمد بس ممكن اعلقه عليه. طيب الدكتور محمد من الاول الحلقه يا فندم وانا شايف منه اللي هو بينقد بعض الشباب، بيقول الشباب في جهل عنده واحنا عندنا تدريب المهنه عندنا كاسل. طيب مثلا يا دكتور محمد حضرتك قدمت لنا المنظمه المتحده، احنا كشباب احنا ممكن نستفيد بيه، بدل ما تطلع تنقد في الشباب تقول احنا شباب جاهل او في مثلا تدريبات مهنيه فاشله. طيب انا هخلي الدكتور محمد يرد عليك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك الاول؟ اهلا وسهلا. اولا انا ما قلتش معلش حضرتك بس تسمع دكتور محمد هيرد على حضرتك. اتفضل. اولا انا يعني برحب بيك الاول وبقول لحياتك انا ما قلتش الشباب جاهل، انا قلت الفكر اللي موجود ثقافه التعامل مع العمل وصاحب العمل واليه العمل مش موجوده، بقى موجود مكانها الجهل. وقلت ان العقليه المصريه هي العقليه الوحيده في العالم اللي تحترم نظرا لكفائتها، ولكن محتاجه تتحط على التراك الصح. لما حضرتك بتتكلم النهارده بتقول المنظمات الدوليه بتتعامل ازاي، هقول لك التعامل من المنظمات الدوليه زي ما الدكتور اسلام كان لسه داخل بيتكلم بيقول لك ان المؤسسات اصلا فيها مشاكل، القطاع الحكومي فيه مشاكل، المشاكل دي كلها ان احنا كمنظمات دوليه عشان نتعامل معاهم بيتعامل باليه تانية، يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها على الهوا. القصه الاساسيه اللي انت حياتك لازم تعرفها ان كل واحد داخليا هو اللي بيطور نفسه، اي صاحب شركه، اي واحد بيعمل في شركه، انت النهارده حياتك بتعمل، لو قلنا حياتك مثلا بتشتغل محاسب، انت من ضمن مثلا 1000 محاسب معاك السي ام اي دبل بلس؟ لا. طب هل دي بتبقى كوست وايز؟ في سيرتيفيكيتس زيها او في شهادات زيها ما تكلفش 1000 جنيه او 1500 جنيه وفي معاهد مصريه، ولو حياتك خدتها تقدر. هو معانا على الهوا دلوقتي، طبعا انا بحترم حضرتك جدا ومعتزه برايك. بالعكس. لكن دكتور محمد هو برضو طرح سؤال، يعني بيقول يعني طب ليه حضرتك ما نستفدش بخبرتك في الامم المتحده وتقدر تفيد مجموعه من الشباب، انك تقول لهم يعني تبقى يعني زي جايد ليهم او زي مرشد ليهم، انت هتعمل كذا وكذا وكذا، مجموعه من الشباب تعمل معاهم لقاءات تقول لهم ايه اللي المفروض انتوا تعملوه عشان تبقوا يعني تبقوا ماهرين او تبقوا تناسبوا الاحتكاك. عندي ثلاث نقط ارد عليهم. النقطه الاولى يمكن المهندس عبد الرحيم اكتر واحد يرد على حضرتك في هذا. انت عايز ارد انا ون يعني انا هخليه هو يرد في النقطه دي، لان انا على المستوى الشخصي انا عندي بيزنس خاص بيا، بجيب الشركات اللي لسه الشباب اللي لسه متخرجين اللي لا يملكوا الخبره واللي هم مرفوضين. طب احنا بنشكر المواطن العزيز اللي اتصل بينا، بنشكر حضرتك. والمهندس عبد الرحيم هيرد على حضرتك وعلى سؤالك. اول حاجه خالص يعني اعتقد تماما الدكتور محمد ما يقصدش اللي هو فيه يعني هو يقصد تغيير ثقافه مجتمع، ثقافه انه زي ما الشاب بيفكر ان هو يتجوز ويبني بيت لا يعني يفكر لخطه طموحه للمستقبل. يعني دي نقطه مهمه قوي. الدكتور محمد ما يقصدش كده تماما على فكره. هو يقصد يقول ان يجب ان الشاب لما يتخرج او يعني للاسف الشديد ان انا لما باجي اروح جامعه النهارده كل الشباب الجامعيين تقول له انت هتعمل ايه بعد ما تتخرج، يقول لك انا هسافر بره. طب هل انت جاهز او جهزت نفسك او عملت خطه اعداد زي ما الراجل بيتكلم لنفسك للفتره اللي مرت 10 سنين؟ يعني انا لما بجي لي هتسافر بره تواجه المجهول كده، لما بجي لي مهندس عايز يسافر بقول له انت عايز تقعد بره قد ايه؟ ان قال لي اقل من 10 سنين انا نفسي بخاف ابعته لحد هناك بره. ليه؟ ما هو ما فيش خطه نجاح محترمه ينفع ان الانسان يبدا بيها ويتحرك فيها ويشوف نتائج ليها اقل من هذا الليمت تايم. يعني هستاذن حضرتك معانا فاصل اعلاني نشوفه ونرجع لحضراتكم مره اخرى، نشوف مع بعض. في سابق
احنا يعني عايزين نتكلم برضو عن يعني معرفة العامل بآليات العمل بقانون العمل، حاجات هامة جدا، يعرف حقوقه وواجباته. ايضا يعني نقول برضو الآلية لتنمية الموارد البشرية، يعني ده سؤال مطروح لحضراتكم. نبدأ بالمهندس عبد الرحمن. يعني انا بالنسبة لفكري انا وشغلي برا وتجربتي هنا في العمل، يعني انا اصلا مهندس كنت شغال برا واشتغلت مع شركات قوية جدا ودوبت في السيستم بتاعها وتعاملت مع شركات أجنبية. بس أنا عايز أقول نقطة بسيطة قوي، يعني تأكيدا لكلام الدكتور إسلام ودكتور محمد، اللي هي إيه؟ يجب التطوير المستمر للي عنده كفاءة دلوقتي، ما احناش عايزينه يرجع لورا. دي نمرة واحد. احنا أنا رأيي الشخصي إن احنا نتم التنظيم على ثلاث مراحل. في ناس جاهزة دلوقتي فعلا، يعني عندها إمكانيات، اللي اشتغل برا واللي اشتغل في شركات انترناشونال في مصر واللي اشتغل في شركات محترفه مصريه كمان حتى. احنا ممكن نجيب الناس دي ونبدا بيها. نبدا بيها ايه؟ ازاي بقى ننقل الخبره بتاعتهم لشبابنا بقى؟ ما انا هقول لحضرتك، لو احنا جبنا الناس دي وحطيناهم ككفاءات مع الشركات الجديده اللي هتنزل مصر، زي ما الدكتور محمد كان بيتكلم، شركه سيمنز دي شركه قويه جدا، نذكر اسماء شركات، يعني هي اصلا شركه انترناشونال معروفه على مستوى العالم، يعني مش 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 جديده يعني او كده. فبالتالي لو الناس دي لو بدأنا بيها، لو قدرنا نوفر مثلا 2000 شاب اشتغلوا في شركات برة واشتغلوا في مصر، هيكونوا نواة نبدأ نتحرك بيهم، نشغلهم مع الشركات دي وبعد كده يدوبوا في هذه الشركات وفي السيستم والنظام بتاعها. انت عارفة ان في ناس مؤهلة كويس جدا ومش قادر يمشي مع السيستم المحترف بتاع برة، اللي كان بيتكلم عليه الدكتور اسلام. انت بتنتج قد ايه في 8 ساعات؟ ساعة نص ساعة؟ يعني كان في مرة أنا بكلم موظفين عندي في الشركة بقول لهم أنتم مفكرين بتنتجوا قد إيه في اليوم مثلا؟ فقالوا لي قد إيه؟ قلت لهم حوالي 120 دقيقة أعتقد، يعني كنت أنا حاسبها. فكانوا مذهولين من اللي أنا بقوله. ما هو عشان واحد يجي الصبح شغل وبعدين يدخل مكتبه ويقعد يجي متأخر ربع ساعة ولا نص ساعة، وبعدين يجي يفكر عشان يفطر، وبعدين مش عارف يفكر يدخن سجارة وما اعرفش يعمل كذا، وبعدين يتكلم مع زميله ويقرا الجرايد. انا ما عاد شركتي الساعة 8، انا شخصيا وانا صاحب الشركة بروح الساعة ما عاد 9 بروح 8. ليه؟ عشان اعمل اللي انت بتقوليه ده، اقرا الجرايد، اخلي وقت الشغل للموظفين اقدر اوظفه مظبوط. انا اول ما جيت من بره، يا ريت الناس تهتم قوي بالحاجات دي، اول ما جيت من بره كنت ساكن في المعادي وشغلي في القصر العيني. فانا جاي الصبح تستنزف وقت طويل على كنت كان في مشكله اني انا لما بطلع 8:30 بوصل 9:30، وغير ان انا بتنرفز في الطريق من المرور ومن كذا. فتخيل انا اعمل ايه عشان اوصل في المود واوصل عشان اقدر اشتغل؟ بقيت اطلع 7 ل 10 عشان اطلع قبل ما الناس كلها تتحرك من بيوتها، واوصل كده هادي واعصابي هاديه. يا ريت الناس تحط في دماغها تمام الالتزام بالوقت، بالمواعيد، الالتزام بالمظهر. زي ما الدكتور محمد بيقول، المحاسب له كورسات وله سيستم لتنميه مهاراته يجب يتبعها. المهندس له دورات معينه يجب في كل مرحله، يعني مثلا في دوره اسمها بي ام بي، يعني دوره انت عارف اداره مشروعات، يعني الدوره دي المفروض الانسان ما بياخدهاش الا بعد 5 سنين، او يفضل انه ما ياخدهاش الا بعد 5 سنين. في دورات قبليها بحيث ان لا يعد نفسه ان بعد 10 سنين زي ما بكلم حضرتك انه يبقى مدير مشروعات حقيقي، يحط في دماغه انه ياخدها مراحل. 3 سنين الاولانيين بياخد خبره في المكان اللي هو فيه، بياخد الجو المكان، بياخد تعامل مع الناس اللي موجوده وازاي. وزي المشكله الوحيده دكتور محمد في انشاء مراكز التدريب هو الفكر البيروقراطي للحكومه اللي احنا دايما بننتقده، ان هناك في بيروقراطيه شديده هي اللي بتعوق يعني انجاز اي إنجازة. عمل يعني احنا مراكز التدريب دي لو هي موجوده بالفعل اكيد هتخرج لك كوادر مدربه تقدر تواكب احتياجات سوق العمل. طيب انا هقول لحضرتك حاجه ردا برضو على الاخ اللي اتصل. هو سألني مثلا يعني أنا دوري عملت إيه لما جيت مصر، وإن إحنا بدأنا نعمل برامج كتير في مصر للتوعية وبرامج كتير جدا للشغل ومؤتمرات بنحضرها. أنا عملت ده اللي هو دليل مصر الأعمال. دليل مصر الأعمال يعتبر هو الدليل الأول اللي أصدر في جمهورية مصر العربية يمثل قطاع الأعمال في الدولة، واللي تم تسليمه لكافة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص مجانا، وخارج مصر لكافة الشركات الدولية مجانا. أنا ده عملته على نفقاتي الشخصية بدون دعم من أي حد وحتى من شغلي. عملته ليه؟
عملته عشان اي واحد بيبحث عن عمل يفهم يعني ايه عمل. لما حياتك تشوفي الجايد، الجايد مكون سيكشن 1، ما هي مصر وما هو قطاع الاعمال في مصر وكيف تعملي مع الحكومه في مصر، وكيف لو انت اسستي شركه ازاي تاخدي مناقصه في التعامل، ازاي ان انت تاخدي جوين فينجر اوبريشن مع الحكومه. سيكشن 2 الجهات الحكوميه كامله حطيتها لحياتك في ملف واحد. سيكشن 3 كل المشروعات التنمويه والمناطق الاقتصاديه المتخصصه والمناطق الصناعيه وكل ما تملكه مصر من بزنس اتحط في سيكشن. سيكشن 3 الشركات الفعليه اللي موجوده في مصر، لان انت النهارده لما تروحي للغرفه التجاريه في القاهره عند الاستاذ عبد الرحيم وتقولي له انا عايزه بيان بالشركات اللي في الستيل ووركس او الحديد او التصنيع، هيجيب لك من السيستم عنده 32,000 شركه. لما تبداي، وانا الشباب اللي عندي في اللي انا عملته برضو من الانجازات الصغيره اللي انا الحمد لله بقدرها للتيم وورك اللي معايا، الشباب اللي معايا كلهم اللي بيعملوا فريش جراديويت ما عندهمش اكسبيرينس، انا بتحمل هذه المسؤوليه. لا يملكوا الخبره، هو خلص كليته وجه مدرستي بس بعد سنه معايا وبعد سنه في شغل التيم وورك، مش معايا انا انديفيدوال، انا كل اللي فيه جايدنس. سنه يضاهي 20 سنه لاي حد بيعمل في القطاع الحكومي وبيكون سنه 22 23 سنه. جميل. ثم يتبعه. جميل. ان في الجايد ده لما تيجي نرجع للبيانات الاقتصاديه هتلاقي ان مثلا في الغرف التجاريه او في اي جهه حكوميه بيديكي 30,000 شركه لقطاع الحديد، اللي يعملوا فعليا هم 300 شركه. ابداي اتواصلي معاهم هتلاقي كل اللي موجود دي ارقام وهميه وسجلات من الستينات ما اتشالتش. فانت الالكترونيك سيستم في الحكومه في مشكله، ده رقم واحد. رقم اتنين، معلش انا محتاج دقيقتين بس اتكلم باستفاضه. احنا خلصنا يعني دي اخر 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 حل اخر نقطه. المخرج عمال بيقول لي خلاص معلش، ان انت التكنولوجي سيستم مش موجود، استحدثوا التكنولوجي سيستم هتصرفوا لكم في كل جهه 60-70,000، ما كل جهه حكوميه فيها ملايين موجوده صندوق تنميه مش مستغل. رقم اتنين الشركات، تاكيدا للدكتور اسلام، الشركات والمستثمرين لازم يعملوا سيستم، اعملوا كوبي بيست نقلد مش مشكله للانترناشونال سيستمز للموظفين اللي داخليين. تلاته الشركات ومراكز التدريب البرايفت مش الحكوميه، ابداوا انتشروا في الميديا وابداوا اعملوا تريننج. احنا بدورنا احنا بنعمل كوربريشن، ان احنا في مؤتمرات وعملنا هيبقى في ويب سايت هنعمل له لانش مع الجايد في 1/6 اسمه jobs.eg. كل ما يملك المعرفة عن العمل هيبقى في الويب سايت ده مع دليل مصر الأعمال 1/6/2015. أنا أتمنى تواصلكم مع الشباب، وإحنا شبابنا المصري شباب المستقبل. جميل. شباب طبعا كله كفء وكله يعني حيوية، وإن شاء الله بإذن الله يبقى لي يعني تدريب أكيد. مناسب ويبقى لي يضع قدمه على يستاهل يا فندم وحقه لأنه اتظلم كتير حقه. أنا بشكر طبعا ضيوفنا النهاردة، طبعا دكتور محمد حمزة رئيس اللجنة الاقتصادية بالأمم المتحدة، بشكر حضرتك. أشكر حضرتك. وبشكر المهندس عبد الرحيم المرسي طبعا نائب رئيس شعبة التوظيف بالغرفة التجارية، شكرا لحضرتك. الله يتحيى مصر. بس تحيى مصر. هو دكتور محمد بحمله برضو مسؤولية إن هو فعلا يعني يقدر يساعدنا في هذا الامر ان شاء الله. نقدر إن شاء الله. وهو الراجل على فكره عرض عليه، انتوا تبقى فيه يعني معاونه. هو عرض الراجل الموضوع يعني طبعا. اعزائي المشاهدين بشكركم، والنهارده التقينا بيكم ومهارات الشباب وعيد العمال، كل سنه وانتم طيبين. بنلقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله، واول حلقه من حلقات شهر مايو هتكون مع العالم الفلكي الشهير دكتور احمد شاهين. حاولنا نتصل بيه لكن الحقيقه تليفونه ما بيردش، ممكن يكون في اجتماع او مؤتمر او اي حاجه. بشكر حضراتكم، نلقاكم في الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا والى اللقاء. مش هنمشي غير لما